مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ينتشر الحرفيون في أزقة وشوارع منطقة تمن راست بالجنوب الجزائري الكبير لصناعة وشحذ السكاكين الخاصة بالذبح والسلخ. روبورتاج الشيخ مدقن وأمل كاري. كما جرت العادة عشية عيد الأضحى المبارك ينزل الحرفيون أو كما يطلق عليهم أهالي منطقة تمن راست بالجنوب الجزائري الكبير اسم المعاليم. المعاليم وبالمناسبة يتفننون في صناعة مختلف أنواع السكاكين وشحذها. يخدم الصناعة التقليدية هذا بلاسة نتاعي كل اليوم كيما هذا نجي بلاسة هذا باش مضي لا سيوفة تاع العيد نبيع وخدمتي. هذا هي الخدمة تاعنا كي قرب العيد هكا 15 يوم ولا 10 أيام ونجي هنا نمضي لماس ونطرق لهم لماس سقرات سفافيت هذا نمضيهم للناس سفوت ندير 15000 وموسم باهم 150-130 إقبال كبير للعائلات على المعاليم في تمن راست استعدادا لأعظم شعيرة دينية. بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله عندنا هاد المعلمين كما يقولوا يعني حاجة مليحة ديما راهم هنا كي يقرب العيد على 10 أيام على 15 يوم يخرجوا ويعاونونا يعاودوا لماس جداد شاقور سفافيد نتاع الملفوف وحاجة مليحة مادا بينا حتى الناس تعاونهم وتعاون معاهم وتسهل لهم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم نهني الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك ونشكر المعاليم على التقاليد نتاع البلاد والشكر الجزيل. مناظر توحي باقتراب يوم عظيم هو عيد الأضحى المبارك.